عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي سيد مصطفى درويش. من 53 توفيق يوسف، متفرع مع معبع ابو الشرابيه. تمام. انا راجل مسجل من ضمن المسجلين. انا لحد الان ما جانيش، ما شفتش ضابط جه قال لي اعمل كذا، ما شفتش واحد بتبع حزب وطني او حزب ديمقراطي او اي حزب من الاحزاب قال لي تعالى اعمل كذا، مع ان انا مسجل وخطر. ايوه، ما زال على نشاطك ولا لا؟ تبت تبت. انا تايب. بس مش معنى ان انا تايب من اسمي برضو مسجل وليه دي سيف الاسم. وليه لما اخذ صفيحه على مؤاخذه جنائيه؟ مش معنى ان انا كده تايب. لا، ممكن الحكومه لو جات لي مثلا قالت لي اعمل كذا هعمل ايه؟ مش هقدر اعمل حاجه. لا، ما تعملش، ما تنفذش كلامهم. مش هقدر اعمل حاجه غير ان انا اقدر اجاريك وانفذ كلامك. انفذ كلامك ازاي؟ تدريجي. اقدر اسجلك سليم. مش هقدر لما اخذه اعمل معاك حاجه. مش هقدر ادي الحاكم لما اخذه اقول له خد الكالت الممر دوت، انا سجلت للظابط الفلاني الفلاني معايا عاوز مني كذا. لا، انا هروح اسلم نفسي لما اخذه، اسلم ممر ده لاذاعه وتلفزيون. لا، واحد لما اخذه لا اله الا الله. في 50 جهه، في 50 جهه في صالحه، في 50 يا سيدي الفاضل سعلي صدرك لو دقيقه واحده. في 50 جهه، ال 50 جهه دولت لما اخذه انا اقدر افتح بيهم الدنيا. انا لحد دلوقتي ما شفتش الظابط. احنا مش عايزين يا جدعان نعمل ايه عمليه لما اخذه المؤاخذه البلطجي دوت او المسجل ده شماعه يتعلق عليها غلط الاخرين. احنا عندنا لما اخذه المخابرات العسكريه، هنسيبنا من امن الدوله وهنسيبنا لمؤاخذه من الداخليه، عندنا المخابرات العسكريه تكثف جهودها. مين الايد اللي طايله المواضيع دي كلها؟ مين اللي مؤاخذه اللي بيعمل مؤاخذه شغل زي شغلة امبارح؟ هنقول 25 يناير جت لمؤاخذه اختلافات الاراء. طب امبارح انت وجهه نظرك ايه بقى اللي حصل امبارح؟ وجهه نظر اللي حصل امبارح عباره عن همجيه. المؤاخذه يعني عقلنا سببها. عقلنا فينا المتعلم. همجيه من مين؟ همجيه لمؤاخذه من الجاهلين. انا جاي لبلدي. انا جاي لبلدي ما كسرش محل. ما قلتش الواحد لما اخذه الحق ده الناس اللي جاي من بره هتكسر عليكم المحلات. هيج الناس على بعضها. مفيش محلات اتكسرت. 25 انا المحلات الكتير اتكسرت واتسرقت. الناس امبارح وهي داخله هنا النهارده وامبارح مفيش حاجه اتكسرت. امبارح الناس وهي داخله هنا امبارح في الشارع دوت سليم. لا ثواني، اهدى لي بس، اهدى لي. امبارح في الشارع